بأيام البابا ما كان بده شي من أبوك نهائياً، عصب وما تحمل وأوص عليه وموته. هاي القصة كلها. ماشي، هاد اللي بيعرفوه الكل. أنت كنت صغير وقتها ويمكن ما تقدر تتذكر منيح، بلكي أمك بتتذكر شي. ما بتتذكر، ماما مريضة ما بتمشي، ما بتقدر تحكي. عن جد؟ إيه، في أي شي لسه؟ اسمع، ما رح أعذبكم معي، بس أنا عندي شوية شكوك بخصوص القصة. مثل شو؟ يمكن يكون حدا حرض أبوك على الجريمة ويكون هو السبب. مثل مين؟ مثل نامق أمير خان إذا بتعرفه. ما سمعت فيه أبداً. يمكن ساعدكن أو أعطاكن شي لتقتلوه بهداك الوقت. قصدك بابا قاتل مأجور؟ أنا ما قصدت هيك عن أبوك، بس اسمع، هذا الرجال كتير قوي وعنده سلطة وبيقدر يوصل لكل الناس بسهولة. يمكن أبوك كان بس ضحية إله لأعماله واضطر إنه يعمل هذا الشي. ما في هيك شي بالمرة، القصة كلها إنه كان عنده دين. صار وقت شغلي. طيب فهمت عليك، آسف على إزعاجكم، بس ممكن أطلب طلب صغير؟ يا ريت تفتح الموضوع مع أمك بأي طريقة بتلاقيها مناسبة وتسألها عن هالقصة. شوف، عن إذنك. أهلين أخي. الكل بالبيت؟ إيه أخي، الكل ما عدا إيديل. بيلدان جوا؟ ما طلعت اليوم أبداً، كأنه في شي مشكلة مع جنيد. لا ما في مشكلة. ليش أنت واقف هون؟ لكان ما تدخل لعندهم لجوا. ليش ما بيصير مثلاً أحكي مع أخي شوي وأنا هون؟ لا أخي استغفر الله، بس شايفك تعبان ومهموم كتير. آه لوين؟ أنا عندي شغل، رح روح وأرجع بسرعة. شو هالشغل؟ خاص. شو خاص يعني؟ إيه بروح وبرجع. قولي شو هالشي الخاص لحتى أقلك تروحي أو لا. أصلي ما في شي مهم، عم قلك رح روح وأرجع، ليش ما عم تفهم علي؟ احكي لي القصة لشوف، أو دوري بعقلك على سبب. دوري لشوف، ليش رحتي شي مرة على مكان بدون ما تخبريني؟ طيب لا تضحك علي. ماشي. أنا مشتهية الفريز. بروح بشتري وبرجع. لا تضحك. ما عم أضحك. لا إيه أنا شايفتك عم تضحك بالسر. أنا حامل، شو أعمل؟ يمكن عم أتوحم على الشغلات هيك، بس لا تضحك. أنا شايفتك. ما عم أضحك. اركبي يلا، الظاهر الولد مشتهي. شفتك عم تضحك، رح خبر هوليا. بدي إلا ما فيك تكون أب. ليش عم تضحك؟ ما في شي بيضحك. لسه بيضحك. خلينا نشوف مين يلا بيضحك بالآخر. يلا اضحك اضحك لشوف. حاك اضحك. شو فيها يعني؟ كنت رح اشتريها لحالي وارجع. مرحبا، مساء الخير. أهلين مدام، مساء الخير. عندك فريز بري؟ يعني ما عندي لسان وتم لأسأله؟ إيه، الأمهات بتطلب والأب هو اللي بينزل وبيشتري. يا عيني عليك، فيني أطلب أنا؟ لو سمحت عندك فريز بري؟ بهالموسم ما بتلاقي غير فريز عادي. لا أقوله، أنا بدي فريز هيك صغير 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 صغير. يا أختي أنا بعرف الفريز البري كتير منيح. لا ما في، لسه بكير عليه. كأنك قلت لي يا أختي. لا ما قال شي. كم سنة في بيني وبينك؟ ليش لحتى تقلي يا أختي؟ ما فهمت. يلا. وانت ليش بتقلي ما قال شي مع أنك سمعته منيح شو قال لما ناداني؟ إذا قتلنا الرجال زنب وإذا ما قتلنا زنب، مو لازم يكون في فريز بري أخي؟
معقول ما في منه أبدا؟ لازم لاقي فريز بري. صعب نلاقي فريز بري بهالوقت أصلي. الرجال معه حق. فرهاد أنا تعبت كتير. ماشي أنا رح أسأله. السلام عليكم يا عم. في عندك فريز بري من الحجم الصغير؟ قصدي يعني لا تقول عندك فريز كبير، مرتي حامل ايه ومعصبة، بترجاك قول عندك مشان اشتري. ماشي. لا يا ابني ما في، هذا مو موسمه. طيب ما في شجرة حاملة كم حبة بس ودلني على محل بلكي بلاقي وبحل هالقصة بقى؟ ما في بهالوقت. ماشي يا عم، شكرا لك. شو ما في؟ مو وقته. ايه فهمنا انه مو وقته، خلص مو وقته فهمنا. روح اسأله انت. مشان الله يا اخي بلاقي عندك فريز بري من هذا الصغير لاقيلي، مشان الله يا عم بوس ايدك. ايه لا ما عندي، ما في فريز بري بهالوقت. يا عم لازم لاقي من هذا الفريز بهالليلة، وين فيني لاقي منه؟ بس دلني عليه وحللي هالقصة الله يخليك. ممكن تلاقي هالشي بس عند اللي اسمه مظفر. مين مظفر؟ شوف هنيك ممكن تلاقي بهديك القهوة يلي تحت. طيب يسلم يسلم. سلام. شو قال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وين بلاقي الأخ مظفر بالله؟ تفضل. أنا نحن عم ندور على فريز بري صغير، بلاقي عندك؟ بس عفواً مين دلكن علي؟ أخي البقال يلي فوق هو اللي دلنا عليك، فمشان الله لا تواخذنا وعطينا فريز بري وخلصنا، بدنا نرجع على البيت تأخرنا كتير. يلا بوس إيده. إيه موجود عندي بالمحل، يلا خلونا نروح. زوجي مصر يجيب لي اللي بدي إياه، لا تأخذونا لأنه نحن أزعجناك. يسلموا. عطلناك عن سهرتك وخليناك تترك رفقاتك. إيه شكراً لك يا أخي. خلاص ما بقى مشتهية هلأ عليه، خلاص نسيت القصة، بجوز اشتهي بعدين. تعال يلا. هو كان عم بكذب، أكيد هو كان عم بكذب. قال لي أمه مريضة ما بتمشي، شفتها عم تمشي. أكيد هي بتعرف شي، تعرف شي وما حدا بيعرفه غيرها. يجيت اسمع، أنا ماني مرتاحة لهالشي أبداً. مشان الله لبقى تلاحق هالقصة تركها، بعدين هاد الشي يمكن عم بيوجعون. يعني مرت سنين كتيرة وانت لسه عم بتذكرون مرة تانية؟ في سر بهي القصة يا سونا، شو أعمل اتجاهلون؟ يعني أنا متأكد إنهم بيعرفوا شي ومخبينه. شو بدهم يخبوه؟ ما بعرف بس رح أعرف. أصلي لقيتي فريز بري بالأخير. من الصبح وهي عم بتقول مشتية على فريز، بدي فريز. دورته كتير ما يمكن ما خليته ولا محل. مين اللي طلع هذا الغطاء؟ أنا طلعته. ليش؟ مو في غيره؟ يعني لزمني غطاء وطلعته لما لقيته بالغزانة، ليش شو فيها كمان؟ الحق علي بعتذر، أعطيني نجدة لأخده على غرفته. إيه هاتي عنك. يلا. سألتي فرهاد عن هيك؟ كيف؟ لأنه يمكن ما يسمح لك تستخدمي هذا الغطاء. ما فهمت ليش لحتى أسأل فرهاد إذا بدنا نستخدم غطا، شو قصدك؟ لا خلص ولا يهمني. بردت شوي رح أدخل. Oh.